السلام عليكم. كنطلب الله تبارك الله يبين الحق. انا هاد الناس اتهموني وانا بريء من هذاك الشيء، وانا دوزت 50 عام في هذاك الدرب، وملي كنت شاب ما عمرني درت شي حاجه الى انا الان عندي 71 سنه. مشيت للحج جوج خطرات وعندي ولادي واحفادي. انا بريء من هذا الشيء، والله ياخذ الحق والله يبين الحق. البوليس اخذوا الاقوال صافي، ما قالوا لي اش كاين. قلت لهم هذا الكلام اللي اللي كنقول لكم هو اللي كاين. اي تداو عليا وجابوا هجموا على الحانوت وهرشوا كاع داك الشيء، طيحوا لي كاع داك البيترين وداك الشيء. البوليس خطب الاقوال ديالي وقال لي سير تال الدار الصباح وجي، هما عاد غنمشيو نديروا يمشيو يشوفوا داك الشيء شرايات السيرتيفيكات شرايه ولا شي حاجه. المهم الله يبين الحق، انا مؤكد بريء والدري ما عمره دخل عندي. كيجي يتقدم على الخطاط خوه ما تا هو ما كاينش، صافي هادشي اللي كاين. هذا نصهر ديال السيد اللي بصراحه اللي هو معروف بالاخلاق ديالو، في السيره ديالو كتحدث عليه انسان خلوق، انسان اللي كيعرف الدين وتيعرف اش كتسوى الحياه بالمعنى الكلمه. السيد اللي حج جوج خطرات، السيد عنده 71 سنه، عنده 4 ديال الاولاد، عنده اكثر من 8 ديال الاحفاد ولا 9 ديال الاحفاد اللي عنده، ولا تيعرف اشنو هي الطفوله وتيعرف. بصراحة هذا الخبر نزل على الصاعقة، على العائلة ديالو، على الأولاد ديالو، على الأصهار ديالو. بصراحة خلانا في واحد الموقف اللي ما لا يحسد عليه. اللي برد لينا ولا اللي صفانا ولا اللي بردنا هو التعاطف والتضامن ديال السكان ديال الحي ديالو اللي في درب كبير، الناس المجاورين ديالو، الناس اللي وقفوا معاه وهتفوا معاه، وتنشكرهم من هذا المنبر هذا اللي هما اللي خفوا عنا الصدمه هذه. وكيبقى كما قال الحاج بان غير هذاك التضامن ديال السكان ديال الحي ديالو والناس اللي هذا خلانا نساو وخفوا علينا كثير في هذه الصدمه هذه. وكان من هذا المنبر هذا كنشكر السكان ديال الزنقه 46 و45 وكاع الناس اللي تضامنوا معنا، الناس ديال درب كبير. احنا لحد الساعه احنا متابعين، احنا مع القانون وغنتابعوا القانون وغنمشيو مع القانون حتى تبان الحقيقه ان شاء الله. حنا ما غاديش نتهربوا ولا هذا، حنا تابعين القانون ومع القانون، والحمد لله رجال الامن راه عارفين اش كيديروا وعارفين خدمتهم، وكنشكرهم من هذا المنبر هذا. وحنا معاهم في سميتو ونتبعوا القانون، اي حاجه بغاها المخزن حنا معاهم. هو انسان مسالم، انا نقول لك بان الناس راه تيعرفوا في الدرب انسان مسالم. إذا كانت غتكون شي متابعه غتكون متابعه من العائله ديالو هي اللي غتقدر لان هي اللي ما تقدرش تصبر لهذا. اما هو مسكين بغى يسمح في حقه لهذا، ولكن حنا ما غاديش نسمحوا في حقنا ان شاء الله. لا بالعكس، هو من الناس اللي كيسمح في حقه. كتكون كاع شي حاجه طاريه اللي في المحل ولا هذا ما كيقولهاش لينا وما تيعاودهاش لينا، وتيصبر مع الناس تما كاينه. ولا شفتوا الناس ديال الزنقه 46 والزنقه 47 وكاع الناس المجاورين تما كاينه في درب كبير، راه تيعرفوا هو وتيعرفوا الاخلاق ديالو وتيعرفوا كي داير. اش نقول لك، بيننا وبينهم القضاء وبيننا وبينهم الله، والله ياخذ فيهم الحق. اذا كانوا هاد الناس هادو اش نقول لك، الناس صراحه تهمه ثقيله، ولكن الله ياخذ فيهم الحق، والله ياخذ فيهم الحق. انا باش سمعت الخبر ديال هذه الحادثه اللي تهم فيها يعني هذا الشخص اللي هو جارنا، وهو بقال كنعرفوا هذه 50 سنه وما عمرنا شنا عليه شي حاجه ديال العيب، ولا شنا عليه بحال هذا يعني هذا السلوك اللي دابا اللي تهم به يعني ديال الاغتصاب او محاوله الاغتصاب، ما عمرنا يعني شفناه عليه ولا. وهذه بشهاده الجامع يعني بشهاده مالين درب كاملين، رجال ونساء اطفال، ويعني حتى يعني ان الاطفال كيجيو عنده كيجري عليهم، يعني ما تيحمش كاع الاطفال، ما تيحمش الدراري، ديما تيجري عليهم. وبالنسبه للخبر انا بعدا شخصيا تصدمت ملي سمعت الخبر. الحادثه ديال الاغتصاب واش كاين ولا ما كاينش، انا ما يمكنليش نجزم فيها. يعني ممكن الدري يكون تعرض للاغتصاب، ولكن ماشي ما كنظنش ان الحاج ممكن يديرها. هو اكثر من 50 سنه هو بقال، ملي كان الاب ديالو الله يرحمه هنا في هذا الحانوت وتوفى الاب ديالو وبقى هو هنايا. كنعرفوه ملي كان باقي جون، يعني باقي سيليباتير، باقي ما تجوزش. دابا الحمد لله راه وليداتو كلهم خدامين وليداتو والدين. السيد معقول، السيد نزيه، السيد كيطلق الناس يعني كيكريديهم، وانا من الناس اللي كيكريديني يعني في الدرب.
وانا ملي كنت صغير وكنجمعوا معاه تنتناقشوا معاه ما عمرنا سمعنا عليه الكلمه ديال العيب. يمكن وقيلا الدري دلهم على الحانوت ولا غلط في الحانوت ولا غلط في شي حاجه اخرى، الله اعلم. خاصهم يتحققوا في هذه المساله هذه، الا كان الدري فعلا تغتصب خاصهم يعرفوا الجاني الحقيقي وخاصهم يطبقوا العداله ويطبقوا القانون. ولكن بالنسبه لي انا كنهضر من الموقع ديالي كجار وك كانسان ساكن في الدرب الكبير، كنقول بان الحاج ما يمكنلوش يدير هذا التصرف هذا، وهذا الشيء نفاه كاع جميع الناس وتصدموا. يعني الناس راه كاين اللي بكى، كاين اللي تعاطف معاه، كاين اللي بغى يشهد انه بان السيد هذا ما يديرش هذه الفعله هذه. وكنتمنى ان شاء الله ان العداله تاخذ المجرى ديالها في الاتجاه الصحيح، وانه يعني ينال البراءه ديالو. هذا غير مجرد هذا الخروج، كون جيتي قبيله وشتي الناس حجم التضامن ديال الناس في هذه الساكنه هنا كلها، خرجوا يعني رجال ونساء واطفال، كون يعني غادي يجيك الاحساس بان هذا السيد راه بارئ وبان هذا الانسان عنده مصداقيه وعنده شعبيه ومحبوب عند الساكنه.